لم يعد هنالك من حاجة لتلاحق حقيبة سفرك، فقد أصبحت حقيبتك تلاحقك متبعة خطواتك في أي مطار في العالم. هذا هو مضمون اختراع 5 شبان لبنانيين لا تتجاوز أعمارهم 16 ربيعاً، خرجوا بفكرتهم في أثناء تواجدهم في مطار دبي بعدما لاحظوا الجهد الذي يبذله المسافرون في جر أو حمل حقائب سفرهم، فعادوا إلى لبنان لينفذوا الفكرة. طلعت لنا الفكرة أن نعمل شنطة بتلحقك لحالها. ربحنا الجولد ميدل وكمان the title of the best invention of the year، يعني كل الأعمار، وهنيك الأعمار كان من الافريج كان شي 30 سنة ونحن عمرنا 16 سنة وربحنا the best invention. وما عليك إلا أن تزود هاتفك ببرنامج هذه الآلة أو تضع سوارا في رجلك لترتاح من عناء حمل أمتعتك باختراع لبناني 100%.